ماني حاسة حالي مرتاحة بتعامل زارين معي. ليش لحتى أخوها يتقرب مني بهالطريقة؟ شو بوكاشي؟ حكى معي بطريقة غريبة وكتير تغير، ما كان يتطلع فيني هيك من قبل، بس يمكن أنا عم بالغ شوي. خير ان شاء الله. شو هالصوت؟ كأنه صار شي، كأنه انكسرت شي كاسة. رايحة اشوف شو صار. تركيا خلص، هلا بتجرحي ايدك. لا لا خلص، مشكلة انا بشيلهم. تارا شوفي جرحتي حالك، شو عملتي؟ خليني اشوف هذا الجرح، غميق كتير. تارا لا خلص، انت اتركني وروح، مو مشكلة. شو مو شايفة حالك عم تنزفي يعني؟ ليكي كل ايدك دم، عم توجعك؟ خير شوفي. ولا شي امي، جرحت حالها تارا وايدها عم تنزف، يعني مو صغير الجرح، لازم نعالجه هلا. انت شو اللي صاير لك يا بنتي؟ لازم تنتبهي على حالك، ما بصير هالتصرفات. لامتى رح تضل عندك هاللامبالاه هي؟ مرت عمي. روح على غرفتك فرحان، بدي احكي مع تارا. بتحكي معها بعدين، عم تنزف ايدها، خلينا نعقمها ونحط لها شاش. نحن منعالجها. قلت لك روح على غرفتك. صح كلامها لخالتي، لازم تنتبهي اكثر، وبرايي ضلي بغرفتك بيكون احسن. مزبوط كلامك، ولازم تفهم عليكي هالحكي، بس هي لساتها مطنشه كلامي. ليش لضل بغرفتي مرتاحة؟ خلص حاجة تحكي، ما فيكي إلا تناقشي يعني. تارا اسمعي كلامها لخالتي. يلا روحي قعدي بغرفتك، وهلأ منلحقك بالمعقم لهنيك. روحي يلا.